السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج يمني حالي. حضرنا لكم كالعادة العديد من المواضيع المهمة والشخصيات اليمنية الملهمة من حولنا من اليمن ومن كل دول العالم، ولكن خلونا نبدأها بالعناوين. يا جماعة مساء الخير. اضطراب ثنائي القطب واحد من الاضطرابات اللي دائما تتفهم غلط، يعني الناس يربطوها بالشخص انه يكون مش متزن، متهور، ما عندوش يعني سيطرة على مشاعره. وسيما من الأطفال لولاه لم أخاف على الشيب أن أنأى وأن أتغرب، تود النجوم الزهر لو أنها دمى ليختار منها المترفات ويلعبا. هدف من قامة هذا المعرض الناس يعني تعرفوا على أعمالي ونطور السياحة في البلاد والثقافة. كلنا سمعنا مؤخرا عن البودكاست والكثير منا أصبح من محبيه، فما هو البودكاست؟ البودكاست هو عبارة عن محتوى صوتي متوفر على الإنترنت عبر حلقات صوتية لمناقشة موضوع أو هدف معين. وحابين اليوم نشارك معاكم برنامج بودكاست مختلف أنشأه طبيب اختصاص نفسية وهو الدكتور محمد جميل صويلح. بودكاست رحلة الصحة النفسية بالعربي هو برنامج أسبوعي يهتم بتناول الاضطرابات النفسية بطريقة علمية مبسطة، ويهدف إلى تقريب فهم العرب للمشاكل النفسية وكيفية التعامل معها بطريقة علمية بعيدا عن المعتقدات الخاطئة والخرافات. لذلك حابين نتعرف ونستضيف صاحب هذه الفكرة الدكتور محمد صويلح عبر الزوم من لندن، ولكن قبلها خلونا نشوف فيديو قصير للدكتور يحدثنا عن اضطراب ثنائي القطب ونرجع للحديث معه. يا معه مساء الخير. اضطراب ثنائي القطب واحد من الاضطرابات اللي دائما تتفهم غلط، يعني الناس يربطوها بالشخص انه يكون مش متزن، متهور، ما عندوش يعني سيطرة على مشاعره. وقد يبدو هذا صحيح لانه هو عبارة عن اضطراب في المود، احيانا المود يكون في الفوق كذا في الطالع او يكون في النازل، اكتئاب شديد او يعني فرح مش مبرر، وهذه اللخبطة في المود تخليهم يظهروا كما لو انهم اشخاص يعني بلا مسؤولية او ما عندهمش سيطرة على انفسهم وتعيق يعني تقدم حياتهم. لكن الحقيقة هي انه مجرد ما يستقر هذا المود، وفي ادويه تعمل على هذا الشيء، هؤلاء الاشخاص يكونوا اشخاص جدا منتجين، بل انه في دراسه تتكلم عن انه يكون عندهم نسبه اعلى من الابداع، وكانه رد فعل نفسي وعقلي للحاله اللي هم فيها. لهذا الشخص المضطرب اضطراب ثنائي القطب مش شخص من قوسين مجنون، لا، هو بس يحتاج الى ضبط هذا المود. وبعد ذلك بس تكمله للجمله الاخيره، مجرد ما يكون المود عندهم منضبط يكون عندهم حياة طبيعية جدا، ويقدروا انهم يعني ينجزوا اشياء كثيرة في الحياة زيهم زي غيرهم. والان معنا الدكتور محمد صويلح من لندن عبر الزوم، اهلا وسهلا فيك يا دكتور. اهلا وسهلا، شكرا لكم انه استضفتوني، ومساء الخير عليك وعلى جميع المشاهدين. مساء النور، سعيدين بوجودك معنا. ونشتي نبدا الحديث بالبداية، تعرفنا عن نفسك اكثر. أنا اسمي محمد صويلح، أنا شاب يمني عمري 35 سنة، حاليا مقيم وأعمل في لندن يعني من السنوات التي مضت. يعني في اليمن عشت في صنعاء وفي عدن، وأنا أصلي من تعز، فهذه يعني كانت ولا تزال جزء مهم من شخصيتي. يمكن خلال الحديث بنمر على كذا محطات فبنتحدث عنها، فبكتفي بهذه المقدمة البسيطة. بالفعل، وأول محطة بنبدأ فيها، إحنا نعرف أنك أنت واصلت دراستك لتخصص الطب في الخارج، فحابين تقول لنا يعني كذا بكلماتك بناء على تجربتك كيف كانت الرحلة؟ أكيد هي رحلة طويلة وكان فيها الكثير من الصعوبات، فقل لنا عليها، وليش أنت كطبيب اخترت الاختصاص بالطب النفسي؟ والله سؤال كبير. أول شيء صح كلامك، أتفق معك في تحدي الطب بشكل عام ودراسة الطب بشكل عام سواء عندنا باليمن. أنا خلصت كلية الطب في اليمن،
أو في أي مكان في العالم هو تحدي بسبب الكم والمدة الطويلة اللي يقضيها الشخص في تخصص في الدراسة. يعني أنا خلصت كلية الطب في صنعاء، في جامعة صنعاء، تخللها الفترة اللي حصلت فيها، تعرف الأوضاع في اليمن، فكان في فترة تقطع، فكان في صعوبة أيضا يعني إن احنا نخلص بشكل مش يقولوا متواصل، فكان في هذه الفترات الوقوف. خرجت في جامعة صنعاء، دائما في تحدي أمام الطبيب، يعني أنا أعتقد كل خريجي الجامعات، بس بالنسبة للطب في تحدي دائما الاختصاص، لأنه رحلة الطب لا تنتهي بالتخرج من كلية الطب. هناك خيارات موجودة في مثلا البورد العربي، وبالنسبة للي حاب يعمل، البورد العربي هو اختصاص سريري يعني. بالنسبة للي حابب يعمل دراسات عليا أكاديمية في اليمن، للأسف ما فيش فرص كافية إلا لو حصل الإنسان على منحة، ومن هنا بدأ التفكير عندي في أنه أحصل على الدراسات العليا في الخارج. أنا ضممت للبورد العربي، وكنت في اختصاص بالمناسبة عيون، كنت في بداية هذا الاختصاص هناك، وكنت لفترة قصيرة تعاقدت عمل كمتعاقد في كلية الطب في جامعة صنعاء، تدريس التشريح لطلاب الطب. وبسبب الفرص القليلة بدأت أفكر بالسفر للدراسة بالخارج كدراسة أكاديمية، ولم يكن في البداية، ما كنتش لسه مفكر في التخصص الأكاديمي خارج البلاد. وتقدمت ب يعني عدة منح، وحصلت على منحة التشيفنينج. طبعا منحة ممكن مش عارف لما نتكلم عنها بعد شوية، أنا جيت إلى بريطانيا لأخلص الماجستير، وعملت ماجستير في علوم الأعصاب، الأربطة الدماغية، في كينغز كوليدج هنا في لندن. وبعد ذلك بدأت أفكر ب يعني دخلت مفترق طرق بعد ما خلصت الماجستير، هل تواصل يعني بشكل أكاديمي الدكتوراه، كان في مشروع لعمل الدكتوراه في فيينا في النمسا، أو أنه أعود إلى الممارسة الطبية السريرية في كندا. الأخير حطت بي الرحال هنا في لندن بعد أن قررت أنه أقوم على معادلة شهاداتي. طبعا في عدة مراحل يمر بها الطبيب، هنا يسموهم International Doctors أو أطباء دوليين. المرور إلى داخل النظام مر بكثير، نظام العمل هنا في بريطانيا والاختصاص مر بمراحل، بعضها كان يعني في شيء من الألم خلينا نقول بسبب وضعنا في البلد، في امتحانات لابد من المرور عليها، في مجموعة تقييمات لازم تمر فيها، لا يضطر للمرور بها الطبيب العامل أو اللي درس في بريطانيا أو أتى من أوروبا مثلا أو بعض الدول الأخرى في لها تسهيلات. فكان مريت بهذه المراحل بالكامل، وأخذ مني طبعا وقت ومجهود، وحتى ذلك الوقت لم تتبلور فكرة الاختصاص في الطب النفسي، كانت الخطة الذهاب إلى طب الطوارئ أيضا. وهذه نقطة مهمة بالمناسبة، أنا دائما أكلم فيها الأطباء الزملاء، أنه في مسألة الاختصاص يجب أن تكون عارف بالضبط أنت وين رايح، حتى لو تطلب الأمر أنك تغير من مجال اختصاص لآخر. إحنا دائما عندنا هذا ضغط الوقت، يعني أنت قضيت وقت طويل في كلية الطب، فكثير من الأطباء يحاول أنه يعني في أسرع وقت ممكن يخلص اختصاص، وأعتقد وهذا كلنا مرينا فيه، بس دائما نصيحتي أنه إذا لم تكن في الاختصاص الصحيح فغير. ليش الاختصاص الطب النفسي؟ بس عشان ما أطولش عليك في الإجابة، في أقدر أقول سببين الآن أصبحوا واضحين في رأسي. واحد منهم له علاقة بدراستي في كلية الطب، كان واحدة من أمتع أو المواضيع اللي درستها في كلية الطب كانت الطب النفسي. أتذكر كنت أحضر المحاضرة ولا أحتاج إلى مراجعتها. أنت عارف الطب كثير المذاكرة والمراجعة، بس بهذا الاختصاص تحديدا لأنه كان كثير قريب من قلبي استمتعت فيه، مع أنه في كلية الطب احنا عندنا فترة محدودة فقط في دراسة الطب النفسي. في هذا السبب الأول، زي ما قلت لك، أنا دخلت في البداية اختصاص عيون، وهنا في المملكة المتحدة بحكم أنه الفترة اللي كنت موجود فيها هي فترة كوفيد أيضا، وعملت بشكل لفترة لا بأس بها في الطب الطوارئ، إلى أن أنا شخصيا حصل معي يعني في نهاية 2020 حالة من الاكتئاب الشديد والقلق،
كانت أقوى شيء، يمكن أقوى حالة اكتئاب مررت بها في حياتي. أنا ذكرت هذه في الحلقة الأولى بالمناسبة من البودكاست، ولم أكن أفهم السبب، لأنه أنا مررت بالكثير مرورا من 2011 وعارف وضع البلد. أنا من الناس اللي كثير ناس أيضا اللي كانوا جزء من اللي كان يحصل، ومررنا بأشياء كثيرة وظروف وحاجات صعبة لا تزال الآن تستمر. لكن تحديدا في 2020 حصل عندي هذا اللي وقتها كنت أسميه انهيار، ولكن هو رد فعل بشري وإنساني طبيعي اللي هو حالة الاكتئاب الشديدة. فقررت أنه أنا يجب أن أفهم الذي يجري، وغيرت المسار للمرة الثانية بعد العيون وطب الطوارئ إلى الطب النفسي. ومن هنا بدأت رحلة الاختصاص، عملت الامتحانات المناسبة وبدأت المشوار. الحمد لله قطعنا جزء كبير منه ايوه، يعني انت خلال كثير. الرحلة اكتشفت التخصص حقك، نعم وهذا شيء يعني جميل جدا. وبرجع فيك شوية للوراء واسألك، يعني بما انه في كثير من الشباب زيك اللي درسوا مثلا الطب في اليمن وحابين بعدين يكملوا دراستهم في الخارج، فبسألك زي ما انت قلت قبل شوية انك من الحاصلين على منحة تشيفنينغ المشهورة، فقل لنا يعني كذا باختصار كيف حصلت عليها، وايش تنصح الشباب اللي اليوم يحلموا انهم يقدموا فيها وان شاء الله يحصلوا عليها؟ منحة التشيفنينغ بالمناسبة كانت في الوقت اللي كنت أقدم منحة التشيفنينغ، كان نفس الوقت اللي قدمت فيه على الاختصاص في البورد العربي باليمن. والفكرة كانت إنه الحصول على الدراسات العليا، وكثير من الأطباء اليمنيين أو حتى الطلاب الجامعيين تركيزهم في الدراسة في الخارج كان باتجاه بعض الدول اللي تمنح تسهيلات أكبر مثل ألمانيا، ولا أزال أعتقد أنها خيار جيد. لما يعني يمكن تكون نصيحة غريبة، بس لما تجي تقدم على منحة للخارج، على الأقل بالنسبة لي شخصيا، خليها دائما هي البلان بي أو الخطة رقم باء. مش يعني كثير من الشباب والشابات تواصلوا معي عبر السنوات هذه، وهل الهدف هو الحصول على هذه المنحة أو غيرها والاستمرار في حياتهم الأكاديمية. ولهذا عندما يحصل إخفاق يكون في رد فعل كبير. فأنا شخصيا لو بنصح بقول إنه دائما إذا أنت في البلد في اليمن، أول شيء يجب أن يكون الخطة ألف بالنسبة لك هو ما الذي هو موجود بيديك في البلد. بالنسبة لي كان الدخول لاختصاص العيون كان هو رقم واحد. رقم باء كان هو الحصول على المنحة، على لأنه في مسارين في الطب، في عندك مسارين، في المسار الإكلينيكي أو السريري اللي هو الاختصاص، هذا يأخذ يعني طريق لحاله، وفي المسار الأكاديمي أيضا، وفي ناس يجمعوا بين الاثنين. فأنا كان عندي أنه أنا أحب أعمل خطوة ما في المسار الأكاديمي، لكن خطوة ألف كانت الدخول في الاختصاص في اليمن. لما تقدمت بالمنحة بعض الناس قالوا لي انه يمكن تكون فرصك ضعيفة بحكم انه انت تأتي من خلفية طبية. عندي كان من منحة تشيفنينغ هي ايضا تنظر الى عملك الطوعي وما الى ذلك، وكان عندي رصيد في لا بأس به بهذا المجال، بس كان يعني الشيء الاساسي في حياتي هو الاختصاص الطبي، فلم استمع الى مثل هذه الاشياء. يمكن النصيحة الثانية، عندما تقدم كل انسان له قصته، يعني قصتك لن تشبه قصة غيرك. أنا مش مع كثرة المقارنات، أنا مع إنك لما تتقدم تحصل على المعلومة اللي تفيدك، يعني كيف مثلا كيف عمل الخطوات ألف باء جيم في الابليكيشن أو في إسمارة التقديم، إنك بس تفهم ما تحتاج علشان أنت تقوم بطريقة بتقديمك أنت. لأنه أنا عملت كذا، كثير من الشباب والشابات اللي يقدموا على هذه المنحة مثلا أو غيرها دائما يستمعوا لأشياء كثيرة وتجارب أخرى، أحيانا أحس أنها تحد من ثقتهم في أثناء التقديم. فاللي بالفعل. سويته أنا كنت حاطط بلان أو خطة ألف، التقديم على الاختصاص وحصول على القبول. الخطة باء أو التقديم على منحة للحصول على الماجستير. قدمت على فكرة في منحة أخرى، منحة لا يعني داد أيضا الألمانية، لأنه اليمنيين إحنا كان تركيزنا أيضا في داد. وقدمت على منحة التشيفنينغ واشتغلت، وهي نقطة مهمة كثير ناس ما يعرفوهاش. أنت لما تقدم على منحة أنت في وظيفة جزئية، وظيفة بدوام جزئي، كل يوم لازم يكون في وقت مخصص للعمل على تفاصيل المنحة. تعمل هذا الشيء بشكل يومي، مع بالرغم من ضغوط العمل،
لازم ايضا تفهم بالضبط كل منحه كيف تختلف عن الاخرى، كل منحه لها هدف ولها خلينا نقول يعني غرض وهدف، وانت يجب ان تكون فاهم تماما ما هي هذه المنحه، من يقدمها، ما هو السبب اللي هذه المنحه موجوده ومعروضه، وما هو ما الذي تحتاجه عشان ايش تقبل فيها. وبعدين تقسم هذا العمل، دوام جزئي بشكل يومي، كنت اجلس وعملت على كل خطوه، سالت ناس ذوي الخبره، تجنبت ايضا كثره الانخراط في زي ما قلت لك معلومه، انك تحصل على كم هائل من المعلومات اللي ممكن تشتت انتباهك. كنت محظوظ انه قبلت من المره الاولى، لكن هذا لا يعني انه اذا لم لو لو لم لم يعني لو ما كانوش قبلوني في المره الاولى لا يعني انني ساتوقف عن المحاوله. هذه نقطة مهمة، في ناس هذا تيأس. بالفعل من أهم الأشياء، أن الواحد لازم يحاول بشكل مستمر. وأنت دكتور يعني قدمت نصائح جدا مهمة، لازم يكون في أكثر من بلان لكل، خاصة عند التقديم على المنح، ما نحطش كل الهوبس على حاجة واحدة. وأنت اليوم معنا عشان إحنا حابين نتكلم معك على يعني برنامج جديد أنت بدأت تشتغل عليه، وهو بودكاست الرحلة الصحية، رحلة الصحة النفسية بالعربي. فقل لنا عليها، من فين جاءت الفكرة، وليش اخترت البودكاست عوضا عن مثلا قنوات اليوتيوب اللي هي أصلا أكثر شهرة بالنسبة لنا مثلا المشاهدين؟ والله سؤال ممتاز. بالنسبة لبودكاست الصحة، رحلة الصحة النفسية سايكايتري بالعربي، الفكرة بدأت بسبب خليني أقول جذور الفكرة رجعت إلى موضوع أنا يهمني جدا، وحاولت في محاولات في الماضي سواء في اليمن أو بريطانيا، وهو تبسيط دائما تبسيط خليني أقول العلوم أو تبسيط المواد أو المواضيع الصعبة بطريقة توصل للمشاهد أو للمستمع. من هذه التجارب كان تجربة وإن كانت قصيرة في تبسيط العلوم، اشتغلت فيها مع برنامج مشهور كان على اليوتيوب ولا يزال مستمر، وبرنامج الدحيح، كثير ناس يعرفوه باسم الدحيح. صحيح. وقتها بحكم إن أنا عامل الماجستير في علوم الدماغ حصل التواصل، واشتغلت كتبت مجموعة حلقات وراجعت مجموعة حلقات كانت متعلقة بالمخ، ووجدت إن التجربة جدا جدا مفيدة وملهمة، وصلت لكثير ناس عبر اليوتيوب. لكن بعد كذا طلعت على دراسات تتحدث عن مستقبل البودكاست، وانه البودكاست في الكم سنه الجايه بيعمل نوعا ما سوف يحل محل مجموعه من وسائط المعلومه او الميديا، وانه اصبح في اعداد متناميه من مستمعين البودكاست بسبب سهولته وقرب الوصول له، مش بس في اوروبا الغربيه وامريكا ولكن ايضا في العالم العربي. ففكرت انه يمكن تكون هذه هي الوجهه الان، زائد انا طبيعه عملي فيها كثير ضغوط في الوقت، فانا اشتريت جهاز لابتوب واشتريت مايك وعمل كل شيء في البيت، فبالنسبه لي سريع كان اسرع. اليوتيوب بيحتاج ايضا وبيحتاج يعني كان لاير او مستوى اضافي من العمل، وهو انك تعمل مونتاج ايضا على الصوت وعلى اليوتيوب. فحسيت انه بسبب هاي الدراسات وبسبب موضوع سهوله البودكاست وبحكم عملي، فقررت ان ابدا بالبودكاست. طيب ايش المواضيع اللي يعني تتطرق لها وتتناولها في بودكاست الصحه النفسيه، وكمان من هم التارجت اودينس اللي انت يعني المستمعين اللي انت مركز عليهم؟ هو سميته يعني سايكايتري بالعربي او رحله الصحه النفسيه، المستهدف والمستمع العربي. السبب في ذلك هو كميه الافكار المغلوطه اللي ترتبط بالاضطرابات النفسيه عندنا في وجداننا وفي مخيلتنا، اللي الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب والدراما والمسرح والسينما وغيره ساهم في تكريسها. فشعرت انه في كميه، طبعا من خلال ممارستي للطب النفسي هنا في بريطانيا، ويعني هنا واصلين انه مع انه في مشاكل كثيره لكن واصلين الى مراحل متقدمه في تنظيم خدمه الصحه النفسيه وتقديمها للمواطنين والمقيمين. شعرت انه في فراغ هائل في هذا الموضوع، وفي كميه افكار خاطئه كثيره يعني منتشره ويجب التعامل معها. فقررت اتحدث باللغه العربيه اولا للمستمعين العرب في العالم اجمع، في اليمن وفي العالم اجمع،
ولهذا هو استخدمت لغه لا ما استخدمش لغه عربيه فصيحه، استخدمت لهجه يمنيه يعني بيضاء وبسيطه ومن دون مصطلحات، وهذا كان بالنسبه لي مساله اساسيه من دون مصطلحات. وبصراحه في البدايه ما توقعت انه الموضوع يعني ياخذ وقت طويل على ما يبدا يوصل، لكن بوقت قصير تفاجأت بكمية الفيدباك أو التغذية الراجعة اللي قلت لي، والعطش خلينا نقول لهذه المواضيع والحديث عنها. فكان المستهدف ولا يزال هو الناطق باللغة العربية أينما كان، اليمن أكيد على رأس القائمة، مع أنه الأرقام بالنسبة لليمن مش كثير حاليا. والهدف هو الحديث بشكل بسيط من غير مصطلحات عن اضطرابات الصحة النفسية. حلو. طيب دكتور صويلح، بما انك معنا اليوم حابين يعني نستفيد من حضورك معنا ونسالك كم من سؤال عن مشاكل الصحه النفسيه اللي يعاني منها الشباب بالذات اليوم في يعني الاوضاع الصعبه اللي تمر فيها بلادنا، فايش ممكن تقول لنا عن هذه المشاكل؟ اولا هو سؤال كبير صراحه. اول شيء في مشكله كبيره، اولا لا ننسى ان البلد الان في حاله حرب، لكن حتى من قبل ذلك من خلال الفترة القصيرة اللي تواجدت فيها في خدمة الصحة النفسية في اليمن مثلا، والآن أقارن ب يعني عملي هنا، أول مشكلة خليني أقول قبل ما أتحدث عن طبيعة أو نوعية المشاكل عند الشباب هي الطريقة التي تنظم فيها خدمة الصحة النفسية. مجزأة بالنسبة لنا، مش مرتبة بشكل يعني مرحلة فيزز أو مرحلة أولى ثانية ثالثة. في عندنا مستشفيات طبعا عددها قليل، وفي عندنا اطباء وطبعا للاسف عددهم قليل، وهناك لا يوجد يعني نظام شامل يشملها او ينظمها في خدمه تكون منظمه موجهه. فمن قبل الحرب كان في اشكالات كثيره جدا مع الصحه النفسيه. اول شيء في نسب مرتفعه جدا بسبب ضيق الحال واوضاع بلدنا من ما نسميه احنا بالاضطرابات العصابيه مثل الاكتئاب واضطرابات القلق، واضطرابات القلق والتوتر والاكتئاب وغيرها من هذه الاشياء. هذه كانت منتشره كثيرا بسبب ضغوط الحياه، اصبحت اشد الان بسبب ما يحصل في البلاد. لكن ايضا كان في عندنا اضطرابات اخرى ما لا يتم النظر اليها بشكل كافي، مثلا الشيزوفرينيا او الفصام. في هذه ظاهرة أنه في الحي هناك مجنون الحي، مع تحفظي على كلمة مجنون، غالبا أو كثير من هؤلاء للأسف هم مصابين بفصام مزمن وكانهم للأسف في الشارع. هذا المرض هو يعني يحتاج إلى كثير من الرعاية، وفي ظل عدم وجود خدمة متكاملة ومنظمة للأسف كثير منهم في الشارع. أيضا كان في مجموعة الاضطرابات اللي متعلقة للأسف العنف الأسري، اضطرابات ما بعد الصدمة، المشاكل في ما نسميه في الاتاتشمنت أو الارتباط النفسي الأطفال مع أبائهم بسبب يعني وسائل طرق تربية غير سليمة غير مبنية على أسس نفسية صحيحة. فللأسف يعني واحدة من الأشياء كمان اللي لازم أذكرها هنا هو الانتحار بسبب مثلا اضطراب زي الاكتئاب أو اضطرابات النفسية الشديدة. في ظل غياب أو عدم وضوح الأرقام للأسف، لكن أستطيع أن أقول لك أنه من خلال ما اطلعت عليه سواء عندما كنت في اليمن أو الآن في اليمن، خلينا نركز على اليمن، لا تزال هذه المشكلة كبيرة وتفاقمت الآن في الفترة الأخيرة، اللي هو يعني الأفكار الانتحارية، وحتى بعضهم للأسف الذي يقدم على الانتحار تكون على يكونوا اصلا عانوا لفتره طويله من نفترض من اضطراب الاكتئاب او اضطراب اسرائيل او غيره، ووصل بهم الحال الى ذلك. فللاسف الوضع كارثي لو اختصره في كلمه واحده. للاسف طيف في الاضطرابات النفسيه كله رايته في اليمن، يعني حتى في اضطرابات تعتبر نادره او تعتبر منتشره اكثر في المجتمعات الغنيه والمرفهه، مثلا اضطرابات اللي يسموها المتعلقة بالأكل واضطرابات الأكل، مثلا مثل حالة رفض الأكل لأنه بسبب الهوس بالوزن فتفقد أو يفقد المريض الوزن، وهذه موجودة شوي في المجتمعات اللي مفروض أنها مرفهة إلى حد ما وتهتم كثيرا، وفي هوس في صورة الجسد وصورة يعني بالذات يعني أكثر شيء في المرأة للأسف. هذه حتى أنا شفتها في اليمن أكيد بدرجات أقل، لكن الأكثر هو
اضطرابات العصبية، الاكتئاب، جميع اضطرابات القلق، الفوبيا، الخوف الاجتماعي، الرهاب الاجتماعي، اضطرابات الطفولة هذه، في اضطرابات أيضا منسية أو يعني تروح في زحمة كل هذه الاضطرابات. مثلا اضطراب، وهذا كان آخر حلقة في البودكاست، اللي هو فرط الحركة ونقص الانتباه اللي عندنا. بس تركز دائما انه في، مع كل اضطراب في فكره خاطئه مرتبطه فيها. يعني هذا الاضطراب مثلا انه الطفل هذا شقي، مثلا الاكتئاب انت شخص ضعيف صحيح. او انت ايمانك فيه مشكله، فهمت؟ فللاسف يعني اغلب الطين في الاضطرابات النفسيه موجود في البلاد. طيب دكتور، يعني إذا في رسالة حابب توجهها للجمهور اللي يسمعنا اليوم عن الاهتمام والتركيز بصحتنا النفسية كشباب. واحدة من الأشياء اللي ركزت فيها وحاولت حتى في البودكاست أتكلم عنها، إنه أن أكون واقعي، لأنه المستمعين للبودكاست كثير منهم موجودين في العالم العربي، مش بس في أوروبا وأمريكا. وفي ظل الطريقة اللي تنظم فيها خدمة الصحة النفسية، حاولت أكون واقعي من منطلق إنه حتى لو أنت موجود في اليمن، صحتك النفسية أساسية، مش محتاج يكون يعني الخدمة الصحية منظمة على طريقة الخدمة الصحية المنظمة هنا في بريطانيا. في أشياء تقدر تعملها. أول شيء المعرفة. اليوم احنا أصبحنا في زمن الإنترنت، في وصول للمعرفة أكثر من أي وقت مضى. هذا رقم واحد، إنه أنت تقرأ عن الصحة النفسية من المصادر الصحيحة، ويعني تستفيد من هذه المواد الموجودة. الحاجة الثانية هي أيضا أنه نتعاون مع بعض، يعني مش بس لا تواجه هذه شياطين الصحة النفسية مع نفسك لحالك. دائما خلي حواليك سبورت سيستم هنسميه، أو شبكة داعمة، إن كان الأهل إن كان الأصدقاء، يعني نشيل ونساعد بعض. المعرفة أساسية. وإذا في احتياج عن للعلاج، يعني في اليمن على الأقل، خلينا نقول في المدن الرئيسية يوجد أطباء أيضا. إذا كان هذا هو المطلوب لا تتردد، لأنه جزء كبير من الموضوع هو التردد بسبب الأفهام الخاطئة. إذا المعرفة اليوم في كثير مصادر تقدر تحصل بها من المعرفة، والحصول على الخدمة الصحية النفسية بالموجود. إذا كان الدواء هو أحد الأجوبة للأسئلة لسؤال الصحة النفسية، فلا مشكلة في ذلك. وأن نكون دائما الصحة النفسية تحتاج إلى جهود جماعية، يعني أن تكون أنت محيط نفسك إن كان الأهل أو الأصدقاء، شبكة تكون عندها تفهم لأهمية الصحة النفسية وتقدم الدعم لهذا الشخص المحتاج له. وهي على فكرة تفرق بشكل كبير. فأعتقد هذه أهم ثلاث نقاط. يمكن نقطة كمان مهمة دائما أذكرها في البودكاست، أطلب العون، أطلب المساعدة. دائما كل حلقة في البودكاست كان فيها ما هي العلامات اللي أول ما تسمعها أو تحس أنها موجودة تطلب العون، أو أحيانا هذه الاضطرابات تحتاج أنك تشيلها مع الناس حواليك، مش مع أنت نفسك. مش فاطلب لوحدك. العون أول ما تعتقد أنه أصبح لازم. شكرا لك دكتور صويلح، ساعدنا بالحديث معك كثير واستفدنا أكثر. شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا على الاستضافة، وشكرا لكل وللمشاهدين الكرام. شكرا لك. والآن مشاهدينا خلونا نروح لأول فاصل ونرجع نكمل حلقتنا. في برنامجنا نحاول دائما نركز على أطفالنا المبدعين وتشجيعهم ودعمهم، واليوم نروح تعز لنتعرف على الطفلة الصغيرة شيماء علي عبد الله اللي تبلغ من العمر 9 سنوات فقط. تمتلك العديد من المواهب اللي تحاول تطورها، فهي تحب الشعر العربي وتحفظ 1000 بيت من الشعر الفصيح، وأيضا بدأت في مشاركة موهبتها على قناة خاصة فيها باليوتيوب. خلونا نقابل الطفلة الموهوبة شيماء عبد الله في هذا التقرير. وسيما من الأطفال لولاه لم أخاف على الشيب أن أنأى وأن أتغرب، تود النجوم الزهر لو أنها دمى ليختار منها المترفات ويلعبا، وعندي كنوز من حنان ورحمة نعيمي أن يغرى بهن وينهبا، يجور وبعض الجور حلو محبب، ولم أر قبل الطفل ظلما محببا، ويغضب أحيانا ويرضى وحسبنا،
من الصفو أن يرضى علينا ويغضب. اسمي سيمة علي عبد الله عبد الوهاب، ولدت في مدينة تعز وتربيت فيها، أتيت الأولى في الصف الرابع والسنوات الماضية. لدي العديد من الرسومات، وأي فكرة تطلع ببالي أحاول أن أرسمها. أهو الشعر، وأحفظ ما يزيد عن 1000 بيت من الشعر الفصيح. لبئس خلا يصحب، وقال آخر الكذب عار وخير القول أصدقه، والحق ما مسه من باطل زهقا. أقرأ للعديد من الشعراء، منهم عبد الله البردوني. سألقي عليكم جزء من قصيدة لعبد الله البردوني بعنوان أبو تمام عروبة اليوم، والتي يقول فيها: ما أصدق السيف إن لم ينضه الكذب، وأكذب السيف إن لم يصدق الغضب. بيض الصفائح يهدى حين تحملها، أيدا إذا غلبت يعلو بها الغلب. وأقبح النصر نصر الإقوياء بلا فهم أنت وفهم كم باعوا وكم كسبوا. ذلك أحفظ للشاعر أحمد شوقي. سألقي أيضا عليكم جزء من قصيدة له بعنوان أبثك وجدي، والتي يقول فيها: أبثك وجدي يا حمام أودع، فإنك دون الطير للسر موضع، وأنت معين العاشقين على الهوى، تئن فنصغي أو تحن فنسمع. أراك يمانيا ونصر خميلتي، كلانا غريبا نازح الدار موجع. أود أن أشاركها الناس لأحبب المتابعين في الشعر الفصيح واللغة العربية بشكل عام. وعندما أرسم وتكون الرسمة مكتملة أعرضها على قناتي في اليوتيوب، وكذلك الشعر. عندما أكمله أذهب وألقيه أمام أبي، وأبي بدوره يصحح لي الأخطاء، فيطلب مني أن أتمهل ومد بعض الأحرف، فأكرر عليه مرارا حتى أتقن الإلقاء. ثم أستخدم جوال أبي لتصويري أثناء الإلقاء. نصيحتي للأطفال والمجتمع بشكل عام أن يضعوا لأنفسهم أهدافا كبيرة وليسعوا لتحقيقها، فلا يخافوا الفشل، فإن فشلتم مرة عاودوا الكرة. فأعظم العظماء عبر التاريخ مروا بلحظات فشل، ولكنهم لم يستسلموا، فحاولوا حتى حققوا أحلامهم. ويشرفنا ناخذكم في هذا الجزء من حلقتنا لنتعرف على حياة المؤرخ المرحوم عبد الله البحر من حضرموت، الذي كان من مؤسسي السياحة في المحافظة، ولديه العديد من المؤلفات عن الشاعر المرحوم حسين أبو بكر المحضار. واليوم نحن في زيارة خاصة ليحكي لنا ولده مشاركاته وإنجازاته اليمنية والعربية. خلونا نشوف. والد حبيب عبد الرحمن بن عمر البحر هو واحد من أعلام حضرموت واليمن بشكل عام، وفي منطقة دي أصبح ولد وتربى وترعرع فيها.
كفاله أو تربى على نظر يدي الحبيب عمر بن عبد الرحمن البحر، اللي هو والده قاضي كان في حكومة الدولة الكثيرية في حضرموت. عبد الرحمن البحر سيدي الوالد شخص لطيف بنبرة كلامه، بحديثه، بمعاملته، بطباعه، من خلال عشرة بسيطة، لأنني ابن له في 25 عام لا تتجاوزها أيضا، مدرسة بكل المقاييس، بكل المعنى، بكل الأصداء. أيضا له مشاركات في عندما كان في مكتب الثقافة والسياحة من خلال مهريان صنعاء عاصمة الثقافة العربية الذي أشرفت عليه منظمة اليونسكو في فبراير 2003 الظاهر أو 2004، لا يعلمني التاريخ. وله مشاركات خارجية في مهريان الخريف في سلطنة عمان، وأيضا مهريان دبي للتسوق، وختمها بمشاركة في مهريان عيد الوحدة اليمنية الذي يقيم في مايو في 2005 في المكلا. كان من مؤسسي السياحة في حضرموت، عمل في مكتب السياحة في محافظة حضرموت. طبعاً من أبرز مؤلفاته إصداره لثلاثة دواوين عن الشاعر المرحوم حسين أبو بكر المحضار، سماها المحضار في ميالسات الديوان، في ميالسات الدان، اليزو الأول، اليزو الثاني، اليزو الثالث. وانتقل إلى حياته الروحية مع جده، وألف له كتاب البرق المضيء من كلام الحبيب حسن بن صالح البحر النثري والشعري. بعد ذلك أقعده المرض وبدأ يشكو من الألم، وختم العمل السياسي والفني والأدبي، وعاد إلى بلده وموطنه، واستقر فيه ناقدا ومكاتبا وأديبا إلى أن توفى في 21 مارس 2021. بنروح الآن إلى تريم عشان نقابل الفنان التشكيلي المبدع يعقوب هبشان في معرضه التشكيلي الثالث الذي عرض فيه العديد من أعماله الفنية من اللوحات والمنحوتات والمجسمات. والمميز في هذا المعرض أن الفنان أقام المعرض داخل منزله الخاص لمشاركة أعماله مع أبناء منطقته، في خطوة نتمنى أن تكون بداية النجاح للفنان يعقوب هبشان. خلونا نشوف. طبعا هدف من قامت هذا المعرض الناس يعني تعرفوا على 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 اعمالي ونطور السياحه في البلاد والثقافه. طبعا يعني هي بعض اللوحات يعني هي يعني تمثل يعني رساله للخارج. اتمنى ان يعني نحظى على دورات خارجيه ومشاركات في المعارض الدوليه حتى مثل البلاد خير تمثيل. الاسم يعقوب سالم عوض هبشان، فنان تشكيلي نهوى الفن التشكيلي منذ صار إلى هذا اليوم. طبعا جاءت الفكرة هذه فكرة المعرض، جمعت لوحاتي الذي أرسمها على الأقمشة وعلى لوحات الخشب،
حتى جاءت الفكرة هذه أن نعمل معرض في بيتي ليستمتع الناس بأعمالي الفنية من أعمالي الرسم والنحت والتجسيم. فقمت عملت هذا المعرض لعرض أعمالي اللي أمتلكها أكثر من 20 موهبة في الفن التشكيلي، من ضمنها الرسم بالرمل والرسم بالألوان الزيتية والمائية والنحت على الخشب والنحت على الجبس والتيسيم. فالحمد لله يعني كانت المعرض كان يعني من أحسن ما يكون، استمتعوا الناس بالافتتاح والزيارة داخل المعرض. طبعا بعض اللوحات تعبر عن الماضي وعن الحاضر وعن المستقبل، عن المعاناة اللي عيشها في اليمن، الأمور اللي مارسها الإنسان في حياته. بعض النحوتات موجودة عندكم مع تتعلق بالتراث اليمني والآثار الموجودة داخل البلاد حضرموت. طبعا بعض القصور اللي منحوتها من مات الجبس مثل قصر سيون ومناطق المحضار ومدينة شبام التاريخية وحسن الغويزي، وبعض الأمور الثانية مثل شير الدم الأخوين، بعض الشعارات اللي نسويها حق الدول العربية. والآن نتوقف مع فقرة الأكثر تداولاً، والبداية مع موسم الصيف ودرجات الحرارة العالية التي تعيشها منطقتنا، ولكن الأمر مختلف في جنوب أفريقيا. تعالوا نشوف مع بعض الأجواء في جنوب أفريقيا. ومن منصة التيك توك وتحدي جديد يحصد أرواح المتابعين، خلونا نشوف. والآن بنتوقف مع واقعة غريبة للص يغادر صالون تجميل نسائي في ولاية جورجيا الأمريكية بعدما تجاهل المتواجدون تهديداته لهم، خلونا نشوف. وبكذا نكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم، وخلونا نودعكم بآخر أعمال الفنان حسين محب وأغنيته الجديدة من لندن تصريح معلن. في أمان الله.